الحضور ديالي اليوم جيت من مراكش باش نحضر الافتتاح ديال بيفور اللي هو ديال لاله سميرة. الوغ من الناس اللي عزيز عليا بزاف وتواصلت معايا وربيت انا اي حاجه تتهتم بجمال المراه وتتهتم باناقه المراه ويعني خصوصا المراه المغربيه لابد تنلبي الطلب وتنحضر. ديال انا ام ديال ثلاثه الوليدات عايشه في مراكش فاشن ديزاينر، عندي بوتيك ديالي ديال البري ابورتي وديال لي ديال البراندات ديالي اللي عندي اوسي واحد البراند ديال بيوتي كير باي سلطانه اللي هي مواد تجميليه طبيعيه. ومواقع التواصل الاجتماعي خدمتي، سي مون طرافاي، الخدمه ديالي. يعني انا تشهرت اكثر تعرفت اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في انستغرام. نتوما عارفين ان دابا كلشي تيتمشى بمواقع التواصل الاجتماعي، حياتنا ولات متعلقه بمواقع التواصل الاجتماعي. فوالا الوغ هادشي لانك علاش لا، الا كان شي اقتراح ديال شي دور زوين علاش لا. شنو الادوار مثلا اللي تبغي تلعب؟ ماشي انا نشوف الا ناسبني الدور، الا ناسبني الدور وكان يعني الموضوع ديال الفيلم زوين والاخراج زوين علاش لا. المؤثرين كلهم قرب ليا، انا عزيز عليا كل شيء، يعني السوشيال ميديا حنا بحال عائله، تيكونوا شويه الخلافات، تيكونوا شويه ديال يعني الحساسيات الحزازيات، ولكن تنبقاو مغاربه وتنبقاو كلنا ولاد بلاد وحده، خصنا نكونوا متفاهمين ومتصالحين مع بعضنا البعض. انايا ضد هذاك يعني داك الكونسيبت ديال نتعاطى باش نتشهر ونتعاطى باش ندير البوز ونتعاطى باش يطلع ليا الكونت ديالي ونتعاطى ونسبوا كلام النبي والكلام اللي خادش للحياة. المرأة المغربية ولا يعني المجتمع المغربي تبقى مجتمع محافظ، تبقى مجتمع إسلامي، تبقى مجتمع يعني اللي تنبقاو المغاربة مصوابين مؤدبين مربيين، يعني هادشي ديال المعاطية وكلشي ما تنضلش تيمثلنا كشعب مغربي. شوف انا ما عندي لا اعداء لا خصامات، اللي مخاصم معايا هو حر. انا مسامحه كلشي ومريح مرتاحه من جهه كلشي وقلبي صافي من جهه كلشي، ويعني الله سبحانه وتعالى تيسامح. علاش البشر ما يسامحش؟ وعلاش من علاش يبقوا هاد الخلافات والاعداء؟ وهادشي انا تنحاول نتفادى، هادشي انا كاع الطاقه السلبيه تنحاول تحيد منها، تنتبع غير الطاقه الايجابيه. الله يهديكم الله يهديكم، والحياه راه تنعيشوها مره واحده باش نبقاو نضيعوها في الخلافات وفي السم وفي الحقد وفي الضرب في الظهر وفي هذا، سا سي غيان. الحياه تنعيشوها مره واحده، خصنا نعيشوها يعني تكون بواحد اللون وردي. فوالا لا انا ضد هادشي، هادشي اللي انا اي حاجه تتخدش بالمراه المغربيه ولا تتمس بكرامه المراه المغربيه ولا تتمس بحياه المجتمع ديالنا المغربي انا ضدها كومبليتوم. هاد الناس اللي داروا هاد يعني هاد المقال ولا هادشي على الفيسبوك اظن هيك يعني ما عندهمش الحق ولا 1%. كل امراه موظفه عامله، يمكن كاع هذوك السيدات اللي تيجمعوا الزبل هذوك راه يعني فضل ديالهم علينا، يعني خصنا نحطوهم فوق راسهم. ما كل عمل عنده القيمه ديالو، والعمل الشريف راه يعني الواحد خصو يعزز به ماشي يطيح به. موظفه ولا عامله نظافه ولا يعني خدامه في سناك ولا وزيره ولا استاذه ولا محاميه، هادو كلهم يعني اعمال شريفه تتبقى المراه المغربيه يعني خصها تحط فوق الراس، عمرنا ما نقيسوها. وخصوصا شكون يعني هادشي منين جا؟ ماشي جا من شي حد براني، جا من مغاربه لولاد بلادهم. انا ارفض يعني ما تن هاد ملي تنقرا بحال هاد المواضيع فعلا تاثروا عليا، ما تيعجبنيش الحال نهائيا. ما تنخرجش نهضر، ما تنخرجش نعطي الفيدباك ديالي، تنخلي بحال دابا في شي لقاء بحال هكا تنبغي نعطي الراي ديالي، ما نخرجش نهضر في المواقع ديالي يعني في انستغرام ولا في سناب، مي يعني تتبقى عندي واحد الفكره ما تنكونش ما تيكونش عاجبني الحال بزاف. شوف الا جيتي تشوف هو من ناحيه الكوميديا، الكوميديا عندها واحد الحدود، يعني حدود ما خصناش نتعداوها، ما خصناش نديباسيو لي ليميت في الضحك. حتى ملي تنديباسيو لي ليميت في الضحك تيولي داك الضحك باسل، تيتسمى الضحك الباسل. الوغ واحد هاد الجمله اللي تقالت خصوصا ديال خادشه للحياه، اولا ما تعطاش اعتبار لاي شخصيه من الشخصيات اللي كانوا متواجدين في داك الحفل. الناس جايين يعني بقدهم بقامتهم، كان جمهور كبير،
كان ممكن كان بزاف د المواضيع بالعكس المواضيع اللي ممكن يكبر بداك المراه المغربيه اللي حتى هي شاركات في الاحتفالات ديال كاس العالم اللي مشات لقطر اللي خلات ولادها خلات خدمتها خلات شحال من حاجه باش تمشي تشجع اللي الناس ولات واحد الجو رائع في المغرب اللي كاع المغربيات تيمشيو تيمشيو للقهوه يمشيو باحترام ما تيمشيوش شي بلاصه اللي يعني خادشه للحياه ولا شي حاجه اللي ماشي يعني تيمشيو تيتفرجوا حنا مرأة مغربية حنا سيدنا الله ينصرو عطينا الحريه كمرأة مغربيه معطينا الحريه تامه ولكن في حدود يعني هذيك الحريه هذيك ما خصهمش الناس يقبطوها بواحد الطريقه خايبه مشينا للقهوه نتفرجوا في القهوه ماشي عيب ماشي حرام حنا راه واخا دول عالم ثالث ولكن راه ولينا متقدمين بزاف على ناس بزاف دول يمكن الدول العظمى يمكن المراه المغربيه متقدمه بزاف عليهم الوغ ما نبغيش انا حتى شي حد ينقص من المراه المغربيه ولا يطيح منها وهذاك الجمله اللي قال طاليس انا يعني ما عجبتنيش ونتمنى انه يخرج باعتذار يعتذر فيه للمراه المغربيه حيت نهائيا داك الشيء ما تيمثلناش نزل بينا بواحد الطريقه ما زويناش وهذيك الضحك تيتسمى الضحك البازل تنقول ليه انت عزيز علينا وضحكك دائما تيقتلنا بالضحك وانا حضرت ليه بزاف ديال يعني لي شو اللي تيدير والفيلم ديالو كانوا فيه اصدقاء ديالي مثلوا معاه في الفيلم وتنعتبروه بين الكوميديين الكبار والفنانين الكبار اللي كاينين في المغرب الواحد تيغلط الانسان ماشي معصوم من الخطا حنا ماشي يعني ملائكه خرجت ليه نتمنى انه يخرج باعتذار للمراه المغربيه وغادي المغاربه ديالنا راه حنان تيسامحوا اي واحد انفو يعتذر تيسامحوه راه شحال الفنانين شفناهم داروا زبايل كبار ومشاكل كبار وخرجوا يعني بدي الا بغيتي تقول بفضائح كبيره ولكن انفو تيخرج باعتذار المغاربه ديالنا تيسامح السر انا كنشوف انا معروف عليا من الناس اللي تنحماق على اللباس وعزيز عليا الموضه ولكن الموضه بواحد المفهوم ديالي انايا تنبغيش نمشي داك الموضه اللي يعني اوفر واللي يعني ما تتناسبش المراه المغربيه تنبقى في الـ في الـ في الاناقه اللي تجي تتناسب كل يعني مناسبه بحال دابا حنا جايين في افتتاح تلبسوا كاجوال كاين البرد لبسنا شويه ديال الحوايج سخونين فوالا يعني هذا هو هذا هو السر وانا من الناس اللي انت عارف انني حاله يعني عندي بوتيك ديالي ويعني سلطانة مشهورة بالأزياء والموضة لا 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 أنا ما ضدش مع عملية التجميل مي أنا ضد عملية التجميل اللي تيكونوا زايدين على الحد ديالهم اللي تيديباسيو لي ليميت مثلا واحد تيكون صيفتو زوينة يطو تيبقى يزيد يعني بزاف في الوجه ديالو الخدود كبار الفم كبير بزاف أي حاجة تتعدى الحدود أي حاجة ما تتبقاش زوينة لك شيء وإذا زاد عن حده تقلب إلى ضده تتكوني باغية ديري التجميل تتسقي ديري التبشير يعني كل مرأة عندها واحد الشغم ديالها عندها واحد الجمال ديالها ربي خلقها بأبهى صورة تنديروا تحسينات إلا كان شي تشوهات يعني مع الوقت شي نفت هرس شي حاجة طرات ممكن ديري لها تجميل ولكن إلا كانت مقادة بلا ما تبقي تقلبي على لا بيرفيكسيون حيت الكمال لله سبحانه دايرة شوية أنا التجميل يعني جراحة كجراحة لا دايرة أون ليبوسكولتور ودايرة في وجهي شوية ديال الفيلر مرحبا الناس اللي غيشوفوها نقول لهم تبارك الله عليكم وعشركم مبروكه وهذا البرد لبسوا مزيان وكلوا القطاني وتنبغيكم بزاف.